مزيد من التفاصيل تتكشف في قضية منزل آل الفتى في كفر شيما. 5 جثث، 4 أشقاء والوالد في مقبرة داخل المنزل، فما القصة؟ كاميرات متحركة، شوادر وأحذية معلقة على سور المنزل، ممارسات تعكس غرابة أطباع من يعيش خلف هذا السور في كفر شيما. خلف التصوينة يقع المنزل وأشجار وأدوات كثيرة، وغرفة تبعد أمتاراً عن المنزل وضعت فيها 5 جثث. في المنزل سيدة تسأل كل من دخل إليها عن ابنها كريستو، لكن كريستو كان يخضع للاستجواب لدى مخفر الحدد في قوى الأمن الداخلي. إفادته تقول إن الجثث 5 تعود لوالده حبيب وأربعة من أشقائه، وهم جورج وخليل وبشارة والياس، وأن الغرفة هي مدفن العائلة وأن السكان يعلمون بذلك. وبحسب إفادته فقد بدأت عمليات الدفن بحسب كريستو في الغرفة عام 1986. واللافت في إفادته أن شقيقه الياس الذي كان الجيران كما الأجهزة الأمنية يظنون أنه على قيد الحياة قد توفي في 26 تموز الماضي، أي قبل نحو أسبوعين، وأكد أنه هو من قام بدفن شقيقه الياس ولم يخبر أحدا ولم يحضر رجل دين للصلاة عليه احتراما لوصية شقيقه. وفي إفادته لفت كريستو إلى أن والده وشقيقيه بشارة والياس توفوا بشكل طبيعي، أما خليل فانتحر بواسطة بندقية صيد عام 2000، مضيفا أن خليل هو من قتل شقيقه جورج عام 1986 بواسطة بندقية كلاشينكوف. الأدلة الجنائية حضرت مع الطبيب الشرعي لمعاينة الجثث وأخذ الDNA للتأكد من أنها تعود لأفراد العائلة فعلا كما ذكر كريستو في إفادته. وبحسب الطبيب الشرعي تبين أن وفاة الشقيق الياس طبيعية، لكن بقيت التساؤلات تدور حول عدم قيام كريستو بالإبلاغ عن الوفاة وأحضار رجل دين بالصلاة. وبالموازاة حصلت القوى الأمنية على DVR العائد للكاميرات الموضوعة لتصوينة المنزل للتدقيق بها، وقد أحيل الملف إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حيث تستكمل التحقيقات في انتظار نتائج الفحوص. المحققون استمعوا إلى إفادة أحد رجال الدين الذي أكد علمه بوجود الغرفة التي دفن فيها أفراد العائلة. القضية ظهرت إلى العلن يوم الثلاثاء بعدما تلقت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مزيدا من الشكاوى عن أفعال سيئة وسرقات وتعديات وتصرفات غريبة يقوم بها الشقيقان كريستو والياس. ومع المداهمة تبين وجود الجثث 5 في الغرفة.